السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتنا والأم البنات مع وصفة جديدة وفيديو جديد. وصفتنا اليوم كما كتلاحظوا معايا رغيفة شهوة منهم، كيجيو مقامشين وداد والحشوة لذيذة بزاف. كنتمنى أنكم تجربوهم إن شاء الله وينالوا الإعجاب ديالكم. يلا ندوزو للمقادير وطريقة التحضير. بالنسبة للمقادير نحتاجو ربعة ديال الفينو، نص كيلو ديال الفوص، صاشي ديال خميرة الحلويات، عندي هنا معلقة ديال سنيدة سكر سنيدة، عندي الملح على حسب الذوق، وراس معلقة ديال خميرة حبيبات. أنا درت خميرة حبيبات، بالنسبة ليكم إلا درتو خميرة معجونة ديرو راس واحد طيف منها، ما تكثروش خميرة بزاف. بالنسبة لي أنا درت خميرة حبيبات، درت غير شوية، راس معلقة، معلقة عامرة ديال المطاد، والماء بارد باش نعجنو العجينة. نبدا على بركة الله في طريقة التحضير. أول حاجة غنبداو بها كنخلطو هاد الفينو مع الفوص، كنزيد عليهم صاشي ديال خميره الحلويات، وكنزيد عليهم معلقه كبيره ديال سنيده، كنزيدوا هاد الملحه، كنزيد عليهم هاد راس ديال معلقه ديال خميره حبيبات، وكنزيد هاد المعلقه كبيره، هاد المعلقه عفوا عامره ديال المطار. صافي كنحاول انني نعجن هاد العجينه قبل ما بعد، نحاولوا نبقاو نعجنوا العجينه وما نكثروش ليها الماء باش ندلكوها. كنزيدوا الماء بشويه بشويه باش ما تكونش العجينه جايه من الاول، وتكون جايه من الاول وما ندلكوهاش. من الاحسن نديروا الماء شويه بشويه ونبقى نجمع في العجينه. بعد ما جمعت العجينه كنبقى نضيف الماء شويه بشويه، خص العجينه ضروري انها تكون دابا قاصحه باش ندلكوها. كنضيف دابا الماء شويه بشويه وانا كندلكها. صافي هي العجينه بعد ما جمعتها ودلكتها مزيان ما كنخليوهاش تكون مخوفه، باش ما شدات لينا راسها كتجيو لينا دوك الفطائر ولا المسمنات ديالنا شادين في راسهم وكيجي الشكل ديالهم زوين. دابا كندهنها بشويه ديال الزيت، ولكن العجينه كتكون مدلوكه. الا بغينا نخليوها نجمعوها ونخليو العجينه كنعجنوها في الصباح وكنخليوها حتى للعشيه نخدموا بها، ولكن ما كنديروش خميره معجونه، كنجتنبو خميره معجونه ونديروها عاب الملحه ونخدموها في الصباح. نعجنو هاد العجينه في الصباح ونخليوها حتى للعشيه ونخدموا بها، كتجي النتيجه زوينه. دابا كناخذ هاد العجينه كنديها فواق بلاستيكي وكنغطيها مزيان وكنخليها حتى ترتاح لي مزيان، وندوز دابا باش نوجد الحشوه. باش تبدا المقادير ديال الحشوه نحتاجو ثلاثة د الفلافل هكا حمرا وخضرا وصفرا، نحتاجو مقطعين هكا مربعات، نحتاجو بصلة كبيرة مشلضة، سداد ديال الدجاج أولا دند على حسب الإختيار. هنا عندنا فرماج إختياري، بغيتو ديرو فرماج ما بغيتوش بلا ما ديرو. عندنا هنا نحتاجو الملحة في التوابل، الملحة، سكينجبير، الإبزار، التحميرة، والقرقوب، ومعلقة ديال المعدنوس. نبداو دابا في طريقة التحضير باش نشحو هاد المقادير. كناخدو المقلة اللي كنشحو فيها، كنكبو فيها شوية ديال الزيت، كنحطو فيها هاد البصلة كبيرة مشلضة. هاهي البصلة بعد ما رطبت ليا شوية كنزيد عليها دابا تلات شكل ديال الفلفلة. صافي كنخليهم دابا يهبطو كلهم، البصلة مع الفلفلة كيهبطو ليا كيهبطو ليا، ونشوف الشكل ديالهم. صافي بعد ما غطات ليا الفلفله هي والبصله مزيان، كنزيد عليهم هاد السده ديال الدجاج اللي قطعتو مربعات صغار. صافي بعد ما تشحى ليا الدجاج كنزيد عليها التوابل، وكنحاول نخلط التوابل مع هاد الحشوه كلها باش تدخل ليا التوابل في الحشوه. دابا غنزيد عليه شويه ديال المعدنوس. صافي نخلطو دابا ونطفي عليه، نطفي على هاد الحشوة ونخليها تبرد. صافي بعد ما حيدت الحشوة من فوق النار كنزيد عليها الفرماج حمار، كنزيد عليها واحد الكمية ديال الفرماج حمار ونحاول أنني نخلطها. بعد ما خلينا العجينة ارتاحت
باش ما ترتاح العجينه كتجينا زوينه. وشحنا الحشوه خليناها جانبا كتبعد. كناخذوا هاد العجينه كنحاولوا اننا نحيدوا منها نزيدوا ندلكوها واحد شويه. صافي دابا كنقسموها دابا كويات صغار، كندهنوها بشويه ديال الزيت وكنحاولوا نبقاو نقسموا هاد الكويات صغار. الحجم يكون بحال بحال، يكون نفس الحجم ديالو، ما نديروش شي حاجه صغيره شي حاجه كبيره، باش منين نبقاو نخدموا بهم كتجينا زوينه. بعد ما قطعتهم كلهم بنفس الحجم بحال هكا كنهزو الزيت كندهنوهم، كنستفوهم في شي لاطه هكا ولا شي بلاطو كندهنوهم كلهم من الفوق مزيان بشويه ديال الزيت، باش منين نبغيو نخدموهم كيجيونا ساهلين. الا دهناهم مزيان كيجيونا ساهلين في الخدمه ديالهم. صافي دابا كنهزو بلاستيك غذائي وكنحاول انني نغطيهم باش ما يدوز لياش الهواء، ونخليهم حتى يطلقوا على خاطرهم باش ما تلقوا لينا دابا كيعاونونا في الخدمه ديالهم. صافي انا نخليهم جانبا ونخليهم حتى يطلقوا مزيان. بعد ما خلينا هاد العجينه الكرات ديال العجينه ارتاحوا لينا كنبسطوهم واحد شويه. كناخذوا هاد العجينه باش تسهل معنا باش دغيا نخدموها، كنديروا ليها شويه ديال الزيت كنبسطوها بحال هاد الشويعه شويه هكا، كنحطوها في البلاطو كنرجعوا البلاطو كنبسطو حدا اخر، كنحاولوا نبسطوهم كلهم هكا. انا بسطت يد النصف ديال العجينه، نكمل معكم على رايكم الطريقه. خليت شي وحدين باش نوريكم الطريقه باش نبسطهم، باش منين كنساحوا فيهم دغيا كيتساحوا لينا. صافي بقينا مستمره حتى نكمل هادو اللي خليت، عاد نرجع باش نساحوا العجينه. بعد ما بسطهم كلهم بنفس الحجم دابا كناخذ الاولى اللي بسطها هي الاولى، كناخذها هي الاولى كما كتلاحظوا معايا كتجي مخوفه وكتجي غير كنحلوها، كتعاوننا في الحلان ديالها. عاد تبعوا دوك المراحل اللي قلت لكم راه كتعاوننا في الخدمه ديالها، الا بسطناهم هكا كيعاونونا غير كنبسطوهم. صافي كنبقاو نحلو في هاد المسمنه حتى تبقى تبان لينا خامه. باش ما لقيتو تزيد بسطوهم مزيان، ما تبقاش نعتمدوا على الجناب هكا، خص هاد الجناب ما نخليوهمش يبقاو لينا غلط. الجناب الوسط خص ديما نبقاو نبسطو فيها باش ما هي مبسطه بزاف باش كتعطينا نتيجه زوينه. صافي انا نبقى مستمره هكا حتى نبسطها كلها. كنتمنى ان كلشي يكون واضح في الفيديو. صافي بعد ما بسطها هكا كلها كندهنها بشويه ديال الزبده، الزبده تكون مذوبه دوبتها، كندهنها كلها بشويه ديال الزبده وكنحاول نطويها على شكل رغيفه. كنهدو الطف حتى هو من فوق هاد الطفله. بالنسبه للطويان كيكون عادي شكل رغيفه كنطويوها، وكندهنوها عاوتاني من هاد الجهه باش نعاودو نطويو. صافي دابا كنبقاو نطويو، كنطوي الطويه الاولى كنبقاو نطويوها بهذا الشكل كما كتلاحظوا معايا. كنتمنى ان يكون كلشي باين في الكاميرا باش تجي سهله معكم. دابا بعد ما طويناها كنهزو ضاس كنرجعوه كنرجعو على داك هذيك الرغيفه. صافي ونخليوها جانبا باش ترتاح لينا ونهزو واحد اخر.
صافي بعد ما سمنت المسمنات كنطلقوهم واحد شويه يكون الشكل ديالهم مربع، نحاولوا نطلقوهم من الجناب وكنحطوا معلقه ديال الحشوه، ما نفوتوش معلقه باش منين كيطيبوا ما يطابقوش لينا. بالنسبه للمقادير ديال الحشوه اللي عطيتكم قبيله كتكفينا 19 حبه. صافي كناخذ هذا يوسه ديال بعد ما حطيت الحشوه كناخذ هذا يوسه ديال الرغيفه كنحطهم الوسط ديال الحشوه، كناخذ عاود ثاني هذا كنحطو الوسط، كناخذ عاود ثاني هذا راس كنحطو حتى هو الوسط ديال الرغيفه، كناخذ هذا حتى هو كنحطو فوق منه، وكنحاول من الجناب تجي طالعه العجينه على العجينه الاخرى، وكنحط عليها زيتونه. صافي كنحطوها في اللاطه، كنحطوها اللاطه اللي كتدخل الفرن، نعاود معكم انا وحيده كنبسطوا هاد العجينه شويه ونبسطوا ليها دايوز ديالها. كنحطوا معلقه ديال الحشوه كما قلت لكم معلقه ما نفوتوهاش، كناخذوا ضاس ديال الرغيفه كنحطوا في الوسط، وكناخذ عاود ثاني هذا كنحطوا فوق منها. صافي كنبقاو نحطوا في هذا يوسه ديال الرغيفه فوق من الوسط ديال الرغيفه، وكنحاول نحط الزيتونه الوسط ديال الرغيفه. بعد ما ساليت هاد الرغيفات كلهم عمرتهم، دابا كندوزو كناخدو بيضة كاملة كنزيدو عليها معلقة ديال الحليب ومعلقة ديال لاصوص الصوجا ونص معلقة ديال التحميرة، وكنخلطوهم مزيان حتى يتخلطو لينا، وكندهنو بيهم هاد الرغيفات. بالنسبة لسميتو التحميرة ولا لاصوص الصوجا عفوا كيعطيونا اللون، والحليب كيعطينا كيرطب لينا سميتها العجينه باش ما تقسعش لينا. صافي كنبقى مستمره هكا كندهن في الرغيفات. وبالنسبه للتزيين اختياري انا غنزينهم بسميتو بالجنجلان، كنحاولوا نزينهم بالخشخاش ولا الجنجلان ولا الحبه السوداء، انا غنزينهم بسميتو عفوا بالجنجلان، نزين النصف ديالهم هكا بجنجلان هو اللي موجود عندي، نتوما اللي متوفر عندكم ديروا. بالنسبه لعندكم الخشخاش ولا عندكم كما قلت لكم حبه السوداء زينوا بها. صافي كنبقى انا مستمره هكا حتى ندهنهم كلهم ونزينهم بجنجلان. صافي بعد ما دهنتهم كلهم بالبيض وزينتهم بالجنجل كندخلوهم دابا للفرن، وكنقصوا ليهم العافيه تكون متوسطه ما تكونش العافيه مجهده بزاف باش ما يطيبوش لينا من برا ويبقاو من الداخل، ضروري ان العافيه تكون متوسطه باش يدوز ليهم حقهم ديال الطياب من الداخل. صافي دابا غندخلوهم انا للفرن. هذا هو الشكل النهائي ديال المسمنات ديالنا بعد ما طابوا، كما كتلاحظوا معايا هذيك داك البيض ولاصوص الصوجا باش دهناهم كيعطيهم هذا اللون، كيعطيهم هذا اللون زوين. وكنتمنى انهم ينالوا الاعجاب ديالكم، تبعوا النصائح والمراحل من الاول حتى الاخير ان شاء الله ينجحوا معكم. نقطع معكم وحيده باش تشوفوا الشكل ديالها، شوفوا بعدا القماشه ديال هاد السمنات ها كيجيو مقامشين وكيجي كلهم مواقين. كنتمنى انهم ينالوا الاعجاب ديالكم وتجربوهم مع الاصدقاء والاحباب ديالكم باش ديما توصلوا بالجديد. كما كتلاحظوا معايا كيجيو مواقين كلهم مواقين وكيجيو لذاذ،
وكنتمنى ان الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم وتشاركوا الفيديو مع الاصدقاء والاحباب ديالكم باش تضغطوا على الجرس باش ديما توصلوا بالجديد. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.